السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان. هنحل مع بعض النهاردة أسئلة المتميز لشهر أكتوبر، هنحلها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ، برجاء أن تعملوا لايك للفيديو لو أول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش الاشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. نبدأ أول حاجة بـ choose. بيقول number one adaptation helps the living organism in all the following characters except. التكيف بيساعد كل الكائنات الحية في كل من الخصائص التالية دي except، ما عدا ايه؟ طبعا بيساعد ان هو surviving، ان هو يبقى على قيد الحياة، وبيساعده كمان ان هو reproduction يتكاثر، و hiding يعني يتخفى، لكن ما بيساعدهوش في death اللي هو الموت. Number two, a third أجمل lizard could be prey for. عندنا ال third أجمل دي تكون فريسة لمين؟ فريسة طبعا لفينك فوكسز، لثعالب الفينك. تعالوا معانا ننزل تحت شوية ونشوف number three. A rabbit could survive in a polar habitat if it had. الأرانب تبقى على قيد الحياة في البيئات القطبية. بيقول if it had، لو هي عندها ايه؟ هقول لو هي عندها white and thick fur، لو هي عندها الاثنين دول يبقى هتقدر تعيش في polar habitat، فهختار A and C. Number four, penguin's feet have blood vessels. The penguin's feet عندها أوعية دموية that bring، اللي بتعمل bring إيه؟ on، بتجلب اللي هو cold blood، بتطلع الدم البارد من اللي هو في رجليها، بتطلعه فوق up from its feet، من القدم towards its body، لجسمها. Number five, one of the adaptations that helps the animal to protect itself from enemies. من التكيف اللي بيساعد الحيوان ان هو يحمي نفسه من الاعداء اسمه ايه؟ اسمه كاموفلاج، تمام، اللي هو التمويه. Number six بيقول the warm blood transfers to a penguin's feet through its. الدم بيقول الدافي بينتقل لرجل البطريق، بيقول through من خلال its ايه؟ هقول its blood vessels، خلال الأوعية الدموية. Number seven بيقول a penguin is one of the. البنجوان ده من ايه؟ طبعا البنجوان ده من البيردز، من الطيور، تمام، فأنا هختار هنا بيردز. اللي بعده is considered as a behavioral adaptation in living organisms. بيقول تكيف سلوكي عند الكائنات الحية. عندنا بيقول هنا في long ears، لا living in burrows. living in burrows ان هو يعيش في بحور، فده عندنا تكيف بيكون سلوكي. The following animals are structurally adapt to live in polar region. بيقول الحيوانات التالية التركيب بتاعها بيقول بتلائم عشان تعيش في المناطق القطبية، ما عدا ايه؟ ما عدا عندنا الفينك فوكس، ما بيعيشش في المناطق القطبية. برتين وين ابانثر كاملين بيقول stands on leaves of trees. عندما البانثر كاملين بتقف على اوراق الاشجار، فبالتالي بيقول the color of its skull changes into، فبالتالي اللون بتاع الحراشيب بتاعتها بتغير وتحول اللون ايه؟ قلنا الى اللون الجرين، عشان الليفز لونها جرين، فبالتالي بتتحول للون الجرين. اللي بعده number 11 بيقول the fur of phoenix fox protects it from. الفرو بتاع الفينك فوكس ده بيحميه من ايه؟ بيحميه من hot weather، من الطقس الحار. اللي بعده large ears، الاذن الكبيرة عند الفينك فوكس دي allow heat، تسمح له بالحرارة، تسمح للحرارة ان هي to escape، ان هي تطلع منه and cool the fox، وتبرد الثعلب. The presence of thick white fur is an adaptation in. وجود الفرو الابيض الكثير ده تكيف، بيقول تكيف فين؟ the polar bear، الدب القطبي، تمام. A panther camel uses it، بتستخدم ايه؟ like a hand، زي ايديها، تشبه ايديها، بتستخدم tail، الذيل. panther camel puff up، بتنفخ في الجسم بتاعها with air، بالهواء. to عندنا ايه؟ their enemies، عشان ايه الاعداء؟ هقول to scare their enemies، عشان تخوف الاعداء. بيقول هنا نقط pants، عندنا to lower their bodies، عندنا هقول له ايه؟ مين اللي بيعمل pants؟ بيلهث. to lower عشان يبرد او يخفف من درجة الحرارة بتاعة جسمه، قلنا اللي هو foxes الثعالب هي اللي بتعمل pants. can live in both fresh and salt water، مين اللي بيعيش في المية المالحة والعذبة؟ عندنا بالشارك.
مين عندنا باف اب؟ مين اللي بتنفخ قلنا اسمها بانثر كاملين، هي اللي بتعمل باف اب ذير بوديز، بتنفخ يعني الجسم بتاعها بالهواء علشان تخوف الاعداء. The body of Arctic fox covered with، جسم الأركتيك فوكس بيكون مغطى بإيه؟ مغطى بـ thick fur، مغطى بفرو كثيف. السؤال اللي بعده number 20، panting in fennec fox belongs to، اللهث عند الثعلب الفينك ده بيكون ايه؟ adaptation. طبعا ده بيكون بس only behavior adaptation، تكيف سلوكي. All of the following from structure adaptation of Arctic fox except، كل من التالي تكيف تركيبي عند الثعلب الفينك ما عدا ايه؟ ان هو بياكل يعني eat all type of food، ان هو بياكل كل انواع الطعام. طبعا ده لا يعني. Animals that live in a hot environment have، الحيوانات اللي بتعيش في بيئة حارة بيكون have عندها ايه؟ عندها large ears يعني اذن كبيرة، to allow heat to escape to the to be cool، علشان يعني تسمح لي الحرارة ان هي تهرب او تطلع يعني ويكون الجسم بارد. Fennec fox has a tan colored coat that provides، الفينك فوكس عنده tan colored coat ليه؟ عشان بيعمل camouflage in its environment، في البيئة بتاعته بيعمل تمويه. Some plants have wide leaves in order to، بيقول بعض النباتات عندها أوراق عريضة ليه؟ هقول to get more sunlight، عشان تحصل على المزيد من الضوء. طيب from the structural adaptations of water lily plant is that، من التكيف التركيبي لنبات الليلي اللي هو نبات الزنبق بيقول ان that is a، هقول احنا عارفين ان نبات الزنبق بيكون has wide leaves، عنده الورق بتاعه بيكون ايه؟ بيكون عريض. to get more sunlight، علشان يحصل على المزيد من الضوء. هنا بيقول from umbrella shade trees، الاشجار اللي هي على شكل امبريلا زي ايه؟ احنا قلنا زي اكاشيا تري اند كيبوك تري. تمام. اللي بعده بيقول mangrove tree has long، شجرة المانجروف بيكون ليها long and strong roots، عندها الجذور بتكون طويلة وبتكون قوية. هقول to resist the water waves، عشان تقاوم موجات المية. One of the behavioral adaptation of acacia tree is that، واحدة من التكيف السلوكي عند أشجار الأكاشيا عندنا اللي هي ايه؟ عندنا all produces a poison، إنتاج السموم. The roots of farm plants help them، الجذور لنبات النخيل بيساعدوا ان هو ايه؟ احنا عارفين ان الجذور بتاعت نبات النخيل دي اللي هقول ان هي stand strong against the wind، تقف قوية ضد الرياح. وفيكسيشنز اوف بلانتس ان ذا سويل، وبتثبت النبات في التربة. وريتش كمان ذا اندر جراوند ووتر، وتوصل للمياه الجوفية. وكمان يبقى انا هختار all the previous answers، كل الاجابات دي صحيحة. The tree that stores water in its trunk is، الشجرة المخزنة، الشجرة اللي بتخزن مية في الساق بتاعها اسمها ايه؟ tree، قلنا اسمها acacia tree اللي هي شجرة الاكاشيا، قلنا بتخزن المية في الساق بتاعها. Both of acacia tree and kapok tree have the same، هما الاثنين عندهم the same ايه؟ هقول the same shape، يعني ليهم نفس الشكل. تعالوا كده مع بعض، احنا كده حلينا 31 من الاسئلة الخاصة بالشوز. تعالوا كده حلينا نص الاسئلة، يعني تعالوا معايا نحل كده مع بعض السؤال الثاني وهو true or false. number 1 بيقول thick white fur، الفرو الكثيف، is in adaptations of bears that live in polar regions، الفرو الابيض الكثيف بيقول تكيف في الدببة اللي بتعيش في polar region. هقول اجابة true. black bears have dark fur to hide among trees، الدببة السوداء بيكون عندها فرو اسود علشان تستخبى بين الاشجار. هقول له true. Fennec foxes live in desert، بتعيش في الصحراء، while croaker live in forests، بينما الكراكر بيعيش في الفورستس. لا غلط، هقول له إجابة false، إن هو كمان بيعيش in desert في الصحراء. The body of polar bear is covered with thick fur، اللي عندنا البادي بتاع البولار بير بيكون مغطى بثيك فير. الإجابة true. In polar environment the sandy colored fur of croaker help it blend in with snow،
في البيئة القطبية زي ساندي كولرد في الفرو اللي هو الرملي الأصفر للكراكر بيساعده إن هو يمتزج بسنو بالجليد، لأ طبعا إن هو يمتزج بديزرت اللي هو الصحراء. Number 6 the ears of Arctic fox are longer than those of Fennec fox. الأذن اللي في الأرتيك فوكس بتكون أطول من اللي عند الفينك فوكس؟ لا هقول له إجابة فولس، لأن اللي عند الفينك فوكس هي اللي بتكون bigger than أو longer than اللي عند الأرتيك فوكس. All types of sharks live in fresh water. كل الشاركس بيعيشوا في الفريش وودر؟ لا هقول له إجابة فولس، مش كلهم عندنا في بيعيش في اللي بيعيش في الفريش وفي بيعيش في سولت. Foxes have a strong sense of fearing. الثعالب عندها بيقول حواس قوية للسمك، أقول له إجابة true. The migration of birds to search for food is considered a form of behavior adaptation. هجرة الطيور للبحث عن الطعام يعتبر شكل من التكيف السلوكي، هقول له إجابة true. 10 some animals that live in cold have a long ears to help it to maintain the body temperature. بعض الحيوانات بتعيش في البرد بيقول ليها long ears، عندها أذن قوية بتساعدها إن هي تحافظ على درجة حرارة جسمها، إجابة false. Adaptation التكيف is the change of structure or behavior of an organism's body to survive. التكيف هو تغير في تركيب أو سلوك الكائن أو جسم الكائن الحي to survive علشان يبقى على قيد الحياة، هقول له true. Polar bears have extra large ears to lose heat. البولار بير عنده extra large ears عشان يفقد يعني بيها الحرارة، لا طبعا هقول له إجابة فولس. انت عندنا الفينيك فوكس، فينيك فوكسز بيقول feed on fruits only، بتغذى بس على الفواكه فقط، قلنا لا الفواكه وعندنا كمان insects والحشرات. Living organisms can adapt their environmental conditions، الكائنات الحية تتكيف مع الظروف البيئية بتاعتها، فطبعا هقول له true. هنا بيقول طبعا لسه في تكملة، بيقول through structure adaptation and behavior adaptation، من خلال التكيف التركيبي والسلوكي، هقول له طبعا true. The behavior adaptation is a change in the body structure. التكيف السلوكي هو تغيير في جسم أو في تركيب جسم يعني living organism to survive، تغير في تركيب جسم الكائن الحي عشان يبقى على قيد الحياة، لا طبعا هقول له إجابة فولس. عندنا مش behavior adaptation، عندنا structural adaptation اللي هو التكيف التركيبي. Acacia tree grow in the Amazon forest. بيقول الأكاشيا تري بتنمو in the Amazon forest، لا طبعا عندنا الكيبوك تري، هقول له إجابة فولس. Plants have two types of adaptation. التكيف النباتات عندها نوعين من التكيف، عندها structural وعندها behavioral، طبعا هقول true. The needle leaves الأشجار أو الأوراق الإبرية للباين تري help them to lose water، إن هي تفقد المية، لا طبعا هقول له false. Animals can't eat pulpy figs. الحيوانات ما بتاكلش اللي هو التين الشوكي because of their sharp spines، لأنه عنده أشواك حادة، هقول له إجابة true. All living، لا بيقول the stomach is important organ in the digestive system. المعدة عضو مهم في الجهاز الهضمي، هقول له إجابة true. All living organisms need food. كل الكائنات تحتاج لطعام وأكسجين to get energy عشان تحصل على الطاقة، هقول له true. Digestion process begins in the stomach with the help of saliva. العملية الهضم بتبدأ في المعدة بمساعدة اللعاب، لا ما بتبدأش عندنا في المعدة، بتبدأ في أو بتبدأ بالماوس. We eat food to obtain energy. بناكل الطعام علشان نحصل على الطاقة، هقول true. Teeth crush food inside your mouth during chewing. الأسنان بتمضغ الطعام داخل الفم، بيقول أثناء المضغ، هقول له إجابة true. Number 25 The absorption of the digested food takes place in the stomach. امتصاص الطعام المهضوم بيحصل في المعدة، لا طبعا هقول له عندنا إجابة false، إني عندنا undigested food.
The large intestine absorbs nutrients from the waste. The large intestine بيقول بتمتص العناصر الغذائية من ال waste من الفضلات، لا بتمتص ال water المية من الفضلات. Food passes from mouth. الطعام بينتقل من الماوس من الفم يروح للاستمك للمعدة through a tube known يعني من خلال أنبوبة. الأنبوبة دي بيقول اسمها small intestine، لا طبعا اسمها esophagus المريء. Exhaled air carries carbon dioxide. بيقول عندنا ان الزفير الهواء بيحمل ثاني اكسيد الكربون. طبعا هقول له إجابة true. Respiratory system is the system responsible for entering air to the body. الجهاز التنفسي مسؤول عن دخول الهواء للجسم. هقول true. During exhalation the diaphragm expanded. أثناء الـ exhalation بيقول إن diaphragm بيحصل له expanded. هقول له تمام true. آخر سؤال بيقول during inhalation the diaphragm moves down. أثناء الـ inhalation بيحصل الـ diaphragm بيحصل له إيه؟ move down. هقول له إجابة true. تعالوا معايا نحل السؤال نمبر 3. بيقول complete. نمبر 1 بيقول a camel store. الجمل بيخزن ايه في الهامب بتاعه؟ in its hump to adapt to the desert environment. طبعا الجمل بيخزن قلنا قبل كده fats بيخزن دهون. The blood vessels in a penguin's feet bring. عندنا الأوعية الدموية في قدم البطريق bring ايه؟ طبعا عندنا اللي من تحت بتجلب cold blood up الدم البارد لفوق. A polar bear has. الدب القطبي بيكون عنده ايه؟ بيقول هنا fair to stay warm in cold weather. بيقول هنا عنده ايه علشان يبقى دافئ في البيئة الباردة؟ عنده thick fair. تمام؟ عنده فرو كثيف. بيل شارك كان ليف ان. البيل شارك بيعيش فين؟ قلنا بيعيش في الاثنين، في الفريش وفي السولت، فهختار هنا باس. بارو از ان اكسلنت بليس فور فينيك فوكسز تو ستاي. الجهور مكان ممتاز لثعالب الفينيك تو ستاي during the day علشان يبقى كول cool. علشان يبقى بارد اثناء النهار. The fat layer under the animal skin. طبقة الدهون تحت جلد الحيوان to warm it عشان تدفيه. Is a not adaptation. طبعا دي حاجة سبحان الله تعالى ربنا خلقها له، فبالتالي دي structure adaptation تكيف تركيبي. The leaves of يعني الأوراق بتاعت a trees look like your hand تشبه إيديك اللي هي الكيبوك tree. بعدين mangrove trees grow in. عندنا المانجروف تريز بينمو فين؟ بينمو في salt water في المية المالحة. هنا mix and grind food inside the mouth يعني خلط وطحن الطعام في الفم. مين اللي بيعمل كده؟ هقول teeth and tongue الأسنان واللسان. A tube with muscles and boobs be عضلات that help push food بتساعد في ضخ الطعام into the stomach إلى المعدة. Cold اسمها إيه؟ قلنا اسمها esophagus المريء. Human body uses يعني جسم الإنسان بيستخدم إيه؟ هنا بيقول system to get nutrients from food عشان يحصل على الطعام من يحصل على العناصر الغذائية من الطعام. هقول digestive system الجهاز الهضمي. Lungs are one of the important organs in الرئتين واحدة من الأعضاء المهمة فين؟ طبعا respiratory system. The echo sound feature depends on عندنا اللي هي سمة الصدى اللي هي صدى الصوت دي تعتمد على ايه؟ على hearing sense على حاسة السمع. تعالوا بعد كده نشوف اللي بعده. Most animals have معظم الحيوانات عندها إذن humans sharp senses عندها حاسة بتكون حادة يعني عن الإنسان. Dolphins can locate their prey in dark water using their. الدلافين بتحدد مكان الفريسة بتاعتها في المية بيقول باستخدام their. بتستخدم ايه؟ هقول نقط sense طبعا باستخدام hearing sense اللي هي حاسة السمع. An owl can rotate. البومة بتعمل rotate بتحرك او بتدير its نقط in all direction في كل الاتجاهات. طبعا هقول head بتحرك يعني الراس بتاعتها في كل الاتجاهات. The spinal cord النخاع الشوكي بيكون important organ of the ده عضو مهم لمين؟ هقول nervous system
للجهاز العصبي. The eye send messages، العينين بترسل رسالة لمين؟ طبعا أكيد للبرين، للمخ و the nerves من خلال الأعصاب. The skin is an important organ of the، الجلد ده عضو مهم لمين؟ هقول لي nervous system، الجهاز العصبي. تمام. بعد كده في songs of ham park wells، الأغاني بتاعت اللي هي الحوت الحدباء، بيقول have a nut peach in summer، طبعا في فصل الصيف بتكون ليها lower peach in summer، وفصل الشتاء قلنا بتكون higher peach. تمام، ليها تردد عالي يعني. بعدين معايا هنا right scientific term، فعندنا السؤال ده انا مش هقدر ان انا اكتبه هنا، تمام، فبالتالي انا هنشوف مع بعض الاجابات، وكمان نشوف مع بعض الاجابات هل اجابات صحيحة ام اجابات خطأ. تمام، تعالوا ننزل كده وندور على السؤال ده. نمبر 1 بيقول it covers the body، بتغطي جسم some types of bears، بعض انواع من الدببة، to blend in with snow، علشان يمتزج بالجليد، and keeps their bodies warm، وعلشان يعني تحفظ اجسامها تكون دافئة. عندنا اللي هو thick white fur، اللي هو الفرو الابيض الكثيف. طيب تعالوا نمبر 2 بيقول a type of adaptation، نوع من التكيف، that helps in the living organism to blend in with the surrounding environment، نوع من التكيف بيساعد الكائنات الحية ان هي تمتزج بالبيئة المحيطة، اسمه camouflage اللي هو التمويه. نمبر 3 it's a bird that has weaved blood vessels in its feet and toys، طائر عنده بيقول الأوعية الدموية بتمتزج مع بعضها في القدم بتاعته وفي الأصابع، اسمه penguin البطريق. A reptile that its body is covered by colored skulls and has V-shaped feet، بيقول عندنا من الزواحف وبيكون ليها جسمها مغطي قشور ملونة وشكلها على شكل حرف V، هقول اسمها panther chameleon. A type of foxes has tan colored fur، نوع من الثعالب عنده tan colored fur اللي هو فينيك فوكس، ثعلب الفينيك. It's a change in the structure of the living organism's body to cope with its environment conditions، تغير في تركيب جسم الكائن الحي علشان ان هو يواجه الظروف البيئية. عندنا كلمة cope معناها يواجه، يواجه يعني الظروف البيئية. Structural adaptation تكيف تركيبي. بيقول it's a strategy of camouflage that helps the bull shark sneak up on its prey، استراتيجية للتمويه بتساعد البيل شارك ان هو يتسلل للفريسة بتاعته، اسمها counter shedding اللي هي ظاهرة التباين. It's that change in a living organism's body or its behavior to be able to survive in its environment، تغير في جسم الكائن الحي أو في سلوكه علشان يكون قادر على البقاء في البيئة بتاعته، فده اسمه adaptation يعني تكيف. تعالوا نشوف اللي بعده. Number 11 it is a tree that is found in snow and has a triangle shape، شجرة بتكون موجودة في الجليد وليها شكل بيكون زي شكل المثلث، قلنا اسمها pine tree، شجرة الصنوبر. An organ، عضو، بيقول throat which is solid waste of digestion leave body، عضو يعني من خلاله الفضلات، يعني الفضلات الصلبة للهضم بتترك الجسم، يعني بتترك منه بتطلع منه الفضلات الصلبة، يقصد بيها اللي هي anus يعني فتحة الشرج. السؤال اللي بعده بيقول هنا a process of breaking down of food، بيقول عملية breaking down، عملية لتفتيت الطعام into لأجزاء صغيرة، that the body cells absorb and use to get energy and grow، عملية بيحصل فيها تفتيت الطعام لأجزاء صغيرة، الجسم أو خلايا الجسم بيمتصها وبيستخدمها علشان يحصل على الطاقة وعلشان يكبر. هو إيه العملية دي؟ أكيد طبعا كلنا عارفينها، digestion process، عملية الهضم. Number 14 a large muscle، عضلة كبيرة، that contracts during breathing in، breathing in عضلة كبيرة بيحصل لها انقباض أثناء الشهيق، we relaxes during breathing out، عندنا بيحصل لها انبساط أثناء اللي هو الزفير، فدي اسمها diaphragm،
diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز. Number 15 it allows the air to pass from the nose to the tracheum تسمح للهواء ان يعدي من الانف للقصبة فده اسمه throat. There are air sacs في بيقول اكياس هوائية surrounded by blood vessels محاطة بالاوعية الدموية in the respiratory system في الجهاز التنفسي اسمها alveoli اللي هي الحويصلة الهوائية. اللي بعده بيقول a gas presents in air and water الغاز اللي موجود في المية والهواء and is very important for breathing process ومهم لعملية التنفس طبعا ده الأكسجين. It is a structure that helps fish تركيب بيساعد السمك to respire under water علشان يتنفس تحت المية ده عندنا اللي بتكون موجودة في الأسماك اسمها gills اللي هي الزعانف. They're living organisms that live in a moist environment بيقول كائنات حية بتعيش في البيئة الرطبة and have two ways of respiration وليها طريقتين في التنفس اسمها amphibians اللي هي البرمائيات. A system that controls all the body functions الجهاز أو النظام اللي بيتحكم في وظيفة الجسم. And nerves are one of its parts أعصاب واحد من أجزائه طبعا وضحت معايا nervous system الجهاز العصبي. An animal that can turn its head backwards and has a bowl shaped face and large eyes حيوان يقدر ان هو يحرك او يلف يعني راسه للخلف وكمان بيقول عنده الوجه بتاعه على شكل يعني اناء او وعاء وعنده عينين كبيرة اسمها اول البومة. The time taken by an organism's body to respond to different reactions الوقت اللي بتاخده أجسام الكائنات الحية علشان تستجيب لردود الأفعال المختلفة اسمه ايه الوقت ده قلنا اسمه reaction time تمام. Number 23 the organ which receives the smell of pizza من العضو اللي بيستلقى ريحة البيتزا عندنا طبعا nose الأنف. The organ responsible for يعني العضو المسؤول عن processing information عن معالجة المعلومات transmitted it اللي اتبعتت له يعني بيقول sends messages to the sensory organs وبعدين بتم إرسالها للأعضاء الحسية ده عندنا brain المخ. The system that consists of brain النظام اللي بيتكون من المخ والspinal cord والnervous قلنا ده عندنا nervous system دي كلها أجزاء الجهاز العصبي. A group of ants مجموعة من النمل which responsible for مسؤولة عن sending smelly messages مسؤولة عن إرسال بيقول رائحة أو رسائل برائحة when there is a shortage of food عندما يعني يكون في قلة في الطعام اسمه nurse ants اللي هما جنود النملة. آخر واحدة ants send smelly messages to alert the ants where to find food الأنس بيبعت رسالة فيها رائحة علشان ينبه النمل التاني حيث مكان أو حيث وجود الطعام فده اسمه scout ants اللي هو النمل الكشاف. تعالوا نشوف مع بعض give reason for بيقول number one phoenix fox has sandy colored fur السؤال ده مهم جدا ليه الفينك فوكس عنده الفرو بتاعه كده بيكون لونه مصفر أو زي لون الرمل يعني هقول because to blend in with the desert عشان يمتزج بيه مع ايه مع الصحراء يبقى هقول ايه هقول to blend in with the desert. Number 2 the polar bear has thick white fur ليه عنده thick white fur ليه عنده فرو كثيف لونه ابيض السؤال ده ليه شقين اول شق هقول ليه هو عنده thick fur وليه هقول عنده برضو white fur عنده thick fur هقول to stay warm تمام وعنده وايت فير عشان تو بليند ويز ان ويز نو علشان يمتزج بيه فين في الجليد. طيب ليه بلاد فيسلز ان بينجوينز فيت للاوعيه الدمويه في رجل البطريق كلها بيحصل لها ويفز يعني بتمتزج اراوند ايتش اذر ها قلنا ليه هقول تو كيب ذا تويز فروم فريزنج علشان تحافظ على الاصابع من التجمد. نمبر 4 The body of a chameleon is covered with colored skulls. ليه الجسم بتاع الحرباية مغطى بحراشيف أو بكشور؟ هقول to make camouflage عشان تعمل تمويه.
طيب بيقول ليه الكاميلونز can move each of their eyes in different direction this adaptation helps them. ليه الكاميلون بتحرك العين بتاعتها في اتجاهات مختلفة؟ هقول to find food and to look out for danger، علشان تجد الطعام وعلشان تبحث علشان تكتشف الخطر. فينك فوكس has extra large ears. ده السؤال ده بشقين، ليه ثعلب الفينك عنده extra large ears؟ هقول to lose heat and cool its body، علشان يعني يفقد الحرارة وجسمه يكون بارد. الشق التاني بيقول ليه الاركتيك فوكس عنده short ears؟ هقول to stay warm، علشان يبقى دافئ. زي ما قلنا كده عندنا السؤال ليه شقين. نمبر 7 ليه بيقول بانثر كاميلون بيقول have shaped feet and long tail؟ ليه عندها شكل رجليها على حرف V وعندها وديل طويل؟ هقول to hold the branches of trees، علشان تمسك كده في فروع الأشجار. طيب بيقول ليه الفينك فوكس pants during a hot sunny day؟ ليه ثعلب الفينك بيلهث كده أثناء الجو الحار المشمس؟ هقول to cool its body، هو بيعمل كده علشان يبرد جسمه. طيب بيقول ليه المانجروف تريز has long and strong roots؟ ها ليه بيكون عندها الأشجار اللي هي المانجروف بتكون طويلة الجذور بتاعتها وبتكون قوية؟ هقول to resist the water waves، علشان تقاوم موجات المي. قول لي الكيبوك تري has hand shaped leaves، بيكون شجرة الكيبوك الأوراق بتاعتها على حرف أو على شكل إيد يعني. هقول to allow wind to move gently، علشان تسمح للرياح إن هي تتحرك كده بلطف through them، من خلالها without tearing leaves، بدون ما الأوراق بيحصل لها إيه تمزق. تمام. بعدين عندنا هنا نمبر 11 water lilies have white floating leaves. ليه نبات الليلي بيكون عنده الأوراق بتاعته عريضة وبتطفو؟ هقول to absorb a large amount of sunlight، عشان تمتص كمية كبيرة من ضوء الشمس. طيب بيقول ليه purple fig has sharp spine؟ ليه نبات الشوك التين الشوكي عنده أشواك بتكون حادة؟ هقول to prevent animals from eating its fruit and leaves، عشان تمنع الحيوانات ان هي تاكل الفاكهة والأوراق. طيب ليه الباين تري has a triangular shape؟ ليه الباين تري عندها شكل على شكل مثلث؟ هقول to allow the snow slide easily، علشان تسمح للجليد ان هو يتزحلق بسهولة. تمام. انا هقف لحد الجزئيه دي علشان نشوف بعد كده هنا what happen if. بيقول animals can adapt in their environment، ايه اللي هيحصل لو الحيوانات متكيفتش مع البيئه بتاعتها؟ فبالتالي هقول they can not survive، مش هتقدر ان هي تعيش او تبقى على قيد الحياه، and reproduce وتتكاثر. طيب ليه ايه اللي هيحصل لو البولار بير has thin fur instead of its thick fur؟ ايه اللي هيحصل لو البولار بير عنده فرو رفيع بدل ما يكون عنده فرو كثيف؟ هقول it cannot adapt in its cold environment، مش هيقدر يتكيف مع البيئة الباردة. طيب بيقول ايه اللي هيحصل لو الفينك فوكس has black fur؟ لو عنده فرو اسود يبقى بالتالي هقول it cannot hide in the desert، مش هيقدر يستخبى في الصحراء. طب ايه اللي هيحصل لو الدايفرام moves up in respiration process؟ ايه اللي هيحصل لو الدايفرام طلع يعني في لفوق في عملية التنفس؟ يبقى بالتالي the air rich in carbon dioxide، الهواء الغني بثاني اكسيد الكربون comes out of the lungs، يعني هيطلع بره الرئتين، و the size of the chest يعني the size of the chest هيحصل لها decrease يعني هيقل. تمام. The diaphragm muscle contracts and moves down، ايه اللي هيحصل لعضلة الديافرام لو حصل لها انقباض اتحركت لتحت؟ يبقى عندنا الاير الهواء الغني بالاكسجين هيدخل into the lungs، هيدخل جوه الرئتين، و the size of the chest هيحصل له increase، يعني حجم الصدر هيحصل له ايه؟ هيحصل له increase. تمام. Your hand touches the spines of a perfect plant، ايه اللي هيحصل؟ يعني بيقول لو ايديك لمست الاشواك بتاعه نبات التين هيحصل ايه؟ على طول the hand will move away quickly، هتبعد ايدك طبعا بسرعه. طب ايه بيقول هيحصل؟ the Egyptian jerboa hears a snake moves towards it، ايه اللي هيحصل عندنا لو الجربوه سمعت ثعبان بيتحرك اتجاهها؟ فبالتالي it hops quickly، هتقفز بسرعه in zigzag pattern، يعني في شكل ايه؟ في
في شكل زجزاج. خلاص كده، بعد كده في السؤالين الاخرانيين، سؤالين سهلين. انا هقفل الفيديو على كده، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. Thanks for watching. Bye bye.